دي شريحة قلت حضرتك عليها بس قبل نبدأ في الموضوع بالخالص. يعني ده بصفة علاقة بالليل والنهار المنطقة هي كهيئة بلغة لون مختلف اللي هي المنطقة المناسب فيها حدوث الضغط تاني. يعني مثلا لو انا وصلت لي هنا وانا عندي 24 و27 درجة مئوية بالنهار مع 10 12 او 13 درجة مئوية بالليل ده مناسب الضغط دي. كل المنطقة الملونة دي كلها هي درجات الحرارة فيها ما بين الليل والنهار عاملين ماتشنج مع بعض عشان يرشطوا حدوث المرض. لما بخرج بره الدايره ديت المويه ديت فبتقل فرص حدوث المرض عندي. فديت فترات بدور فيها في الماضي اكتر وفي نفس الوقت فرص المكافحه فيها تمويه جاهزيه بتكون اعلى. المركبات والحاجات الجاهزيه دي هنتكلم بقى فيها في نهايه يعني اللي احنا استوصلناه جزئين في المحاضره، جزء امراض ما بعض الحصاد ان شاء الله، وبعدين جزء صغير عن الكيماويات عشان نشوف هنتعامل معاها ازاي. المحاضرة لها عنوانين، أمراض ببعض الحصاد أو مشاكل مواضيع أثناء التخزين وشحن. أنا عايز أتكلم في مشاكل بتاعة التصدير ذات نفسها. أنت حضرتك أصلا بدأت مجهود خلال الموسم وعملت شغل كويس وبعدين تبعت حاجات بره يجي لك كلام إن أصلا في مشاكل وفي عفان وفي حاجات زي كده وأنت أصلا مطلع كل حاجة كويسة. منين جت ده ليه؟ فده اللي هنتكلم فيه دلوقتي إن شاء الله مع بعض. في عندي عفان مهمة، عفان الحمضي من مسبباته او الصور الرز والعفن الرمادي وحاجات تانية. مشاكل عفن السمر بتظهر امتى؟ للاسف ما بتظهرش غالبا الا بعد وصول الخلل. نسبه منها وصول البائع عندنا في مصر لكن معظمها بيبان اصلا بره. فاللي بيقوم بعمليه الانتاج ما بيشوفش مشاكل خالص. وبالتالي المشكله موجوده تحت ايديه او تحت عينيه هو مش منتبه ليها، لكن ممكن تعمل له يعني زمان كانت بتعمل لها خسائر اكثر من 50% من المحصول بيطلع بره مع الكلام مع الناس والحاجات دي. بقت الحمد لله الصوره بتتغير، لكن انا يعني بقى كتير بدرس محاضرات في الجزء ده فمبين شويه. عندنا العفن الحمضي اللي هو السوا الرط. السوا الرط في 2004 على ما اذكر كان سبب 70% من عفن العنب في منطقتين في شيلي وجنوب افريقيا الاثنين مع بعض بسبب الثوره. يعني 70% من المحصول اثار تدمير في قلب المزارع بسبب هذا المرض. الفترات المسببه دي في عند الرايز دوبس والميوكر اسبرجيلاس نيجر دي اللي بتعمل الفترات اللي بتعمل الثوره الرط. فطريات موجوده في كل مكان في الدنيا، موجوده في الجو وفي الارض وفي التراب في الشجر في كل مكان، ولكن غالبا لا تحدث مشاكل الا في بعض الحالات. الثوره الرط كل الفترات بتاعته يعني زي ما ذكرتهم دول ما بتشتغلش اذا كانت الحبايه فيها ضرر، فيها سموميه، فيها تشققات. لو ما فيش ضرر والجراثيم دي اللي كلها حطيتها على النبايه ان شاء الله مش هتحصل حاجه خالص. لكن المشكله لو حصل اي ضرر للنبايه فرص الفطريات انها بتزيد وبتعمل مشاكل. والحقيقه الثانيه ان معظم البيضات الفطريه رغم انها فترات ضعيفه كلها، فترات روميه كلها، معظم البيضات لا تستطيع ان تؤثر فيها تاثير جيد. يعني فترات ضعيفه لكن البيضات ما بتقاومهاش. فبالتالي ازاي نتجنب الموضوع ده ونعرفه هنشوف مع بعض ان شاء الله. وحضرتك بتيجي يا دكتور من بيوت السمار بالاخص، لان طبعا يعني بيبقى في الفتره الحمضيه والاصابه بتحدث، فبتبص تلاقي على طول العفن السمار ده بيجي وبيزيد. يعني حتى بيبقى ان احنا نوقفه كان صعب قوي. يعني حضرتك بتقول يعني هو بسيط، بس لا كان في عيله بناتي وكان يعني التغلب عليه كان صعب جدا. طيب الكلام حاجة كويس. اي حاجه تعمل لي اضرار الحبات او تشوهات او فتحات فرص الفطرات دي بتزيد على طول. هنشوف بقى واحنا ماشيين مع بعض. ده اصلا العفن البطريت الريزوبس على الإناء الابيض وعلى الإناء الاحمر بيعمل السمر المصور بتاخد درجه من درجات اللون سواء
لو كان ابيض بياخد درجه من غايه البيج، ولو كان احمر بياخد درجه من غايه البيج برضه. بيج بني بني وسخ يعني لون مش كويس، مع وجود التشققات في الـ في الـ في العنبيه المصابه، وهذه التشققات بتخرج منها جراثيم قريبه من الشكل من العفن الرمادي، ولكن ما لهاش عفن رمادي خالص. هنشوف العفن الرمادي شكله ايه وهنشوف دلوقتي شكله ايه. ان هو في العفن الرازوبس ان كلنا عارفين من زمان عفن الخبز من زمان، هو اصلا اسمه عفن الخبز او عفن الرازوبس. الجراثيم بيكون عباره عن كوريات كور لونها اسود رمادي مسود باسود، محمول على 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 حامل زي ما كنت بقول لكم بعد دقيقه، او بيات الزغل اسف، عباره عن كوريات بعيده عن سطح الورقه. هنا برضو كوريات بعيده شويه عن سطح الثمره، تقدر تشوفها بسهوله. غير العفن الرمادي بيكون عباره عن حاجه زي البودره. هنا الوضع مختلف، هنا الكوريات باينه مميزه جدا. شكل الحبات ديت قريب جدا من درجه بتاع العفن الرمادي، يعني نفس اللون دوت ممكن العفن الرمادي يعمل كده. وهتلف هتشوف برضو في صفه ثانيه معانا، ان حتى الحبايه المصابه والمعفنه لو انت اصلا ضغطت عليها بتعمل حاجه بنقول عليها ده سليب سكين، اللي هي انفصال القشره او الجلده بتاعت الثمره عن لحم الثمره. مجرد ما تضغط عليها بصباعك كده ضغطه بسيطه تلاقيها اصلا انفصلت معاها عن بعض. يعني الزبز بيعمل كده دوت، والعفن الرمادي بيعمل كده دوت. انا بصيت ان هو تطلعت حاجه ان شاء الله معانا. هنا ده لون اسود، جراثيم هو اسود موجود على التشوهات. هنا لو انا بصيت دوت، يعني لو انا جبت الثمره المصوره دي وبصيت كده في الارض في الضوء قدامي، هتلاقي في حوامل كبيره بعيده، حوامل كبيره قوي. البوتاتس ما فيش الكلام دوت، مش هتلاقي الحوامل بالشكل ده خالص. الموضوع بص بعينين، لو بصيت بميكروسكوب هتشوف حاجه ثانيه، لكن انا بتكلم دلوقتي على منظر بالعين، اللي انت ده بوريه لحضراتكم دوت احنا شايفينه بعينينا. وانتوا هتشوفوه حضراتكم بالعين ان شاء الله، ما تشوفوهوش اصلا يعني، لكن لو كان موجود هتشوفوه. في ضوء الشمس هتلاقي فيه هيفات كده طالعه كبيره، دي مش هيفات، دي حوامل الاكياس البرونجيه بتاعت الفطر، وبالتالي دي حاجه مميزه جدا. لكن القشره انفصال القشره عن اللحم الاثنين موجود في البوتلايتس وموجود في الرايزوبس. هنا اصلا ده رايزوبس، ده اسبرجيلا سنايدر. اسبرجيلا سنايدر هو بيعمل عفن الهبابي زي بتاع البصل، هو العفن البصل بتاع البصل هو عفن هبابي، هو اسبرجيلا سنايدر. هو نفسه في دوت ممكن يكون موجود على العنب، لو المنطقه عندي فيها رطوبه نسبيه عاليه، فيها اظلام، في اصابه حشريه، في ميه بتقف على الرئيس في المنطقه دي فترات طويله، ممكن عفن الاسود او يشتغل معايا ويعتمد مرة عليها. العفن الاسود لما بيشتغل بيحلل الحبايه بشكل غير الرايزوبس وغير البوتراس، بيحلل الحبايه بيخليها بتنز ميه. بيخلي الحبايه عباره عن عصير ونازل كده على الحبايه وينزل على اللي بعديها. فالعصير نازل دوت هو شايل كمان جراثيم الفطر، وبالتالي بيبوظ العود بالكامل داخل المزرعه. طبعا عندي صور كلها من عندنا من المزارع عندنا، الصور ديت اللي بعرضها لحضراتكم. دي الحبايه كانك انت رميت عليها حمض كبريتيك فبتسيل. يعني دي حبايه تحول مثلا حبايه لتسيير، العصير كله بيتحول كلها عصير والعصير بينزل منها. الحقيقه فطر اسبرجيلوس وفطر رايزوبس من الحاجات اللي بتسببهم بشكل كبير قوي الرطوبه المنزليه. الدبان العاديه دي احنا متعودين عليها ديت، لما بتكتر في الغيط عندنا بتكون مؤذيه بشكل لا تتخيلوه. فهنا يمكن حد شايف الزرار هنا؟ حد شايف هنا؟ هتطلع عليكم. نفس الكلام اللي هو موجود على العناقيد كمان معايا. دي بالمنظر انا شايفه دوت، هي عندها اسبرجيلا سنايدر بشكل كبير جدا في قلب المزرعه، وبتعملها رايزوبس بشكل كبير في قلب المزرعه. الدبان ما بيدش في مكان اللي كان فيه مخلفات عضويه كتير. عند عمال قاعدين عايشين في المكان بياكلوا بيشربوا بيرموا مخلفاتهم. زباله، في زباله موجوده في المزرعه، في مخلفات نباتيه، في حاجات مترممه، يكتر الدبان على طول. كتر الدبان كتر الرايزوبس على طول، يعني كتر سوا الرطب عندنا. ده برضو صورة برضو أسبرجيلا سنايدر موجودة عندنا. إن هو ده صورة للرايزوبس. الصورة دي أصلا يا جماعة في عنب طالع من قلب التلاجة. ده عبارة عن خيط لونه رمادي وماسك الحبات في بعضيها، بيعمل عملية زي شبكة، حول كده الشبكة الحبات مع بعضيها. لو احنا جينا نشوف درجات الحراره بالنسبه للرايزوبس، هتلاقي الحد الادنى ليه عشان يشتغل هي 5 درجه مئويه.
احنا عندنا هنا الكوره بتتحط في الثلاجات على صفر درجه مئويه، فلما الاقي هنا طلع من الثلاجه في حاجه زي كده معناها مجموعه من اسباب ممكن تكون حاجه منهم. ممكن يكون اصلا درجه الحراره داخل الثلاجه ما هيش مظبوطه، ده وارد جدا. ممكن درجه حراره مظبوطه لكن الستاكنج او رص البلتات داخل الثلاجه ما هوش مظبوط، فحركه الهواء اللي وراها ما هوش مظبوط فما بيقلش درجه البروده التجانس داخل الثلاجه. ممكن عامل تاني مهم جدا وهو عامل اساسي يكون انا اصلا عبيت الكرتونه وقفلتها وقعدت فتره لحد ما وديتها للبري كولينج عشان اعملها بري كولينج. ده بيحصل حاجات كتيره جدا ان في ناس بتجمع عنب من المزارع وبعدين توديه بعد كده في محطات التعبئه ممكن ربع ساعه ساعتين ثلاثه. في الفتره ديت مع قفل الكراتين ما زال عنب بيتنفس وبيتنفس اكتر من وجوده على الشجره، فبيطلع بخار ميه وبيطلع حراره، فدي اصلا وبيكثف ميه نتيجه تنفسه بالنقل بيكثف ميه تحت البلاستيك المغطي العنب فيبدا يعمل لي الاعفان ده. فبالتالي لو انا اصلا عندي عبيت الكرتونه وقفلتها لازم توجه مباشره للتبريد السريع. ما وجهتهاش انا ما اخشش في مشاكل. واحد مش قادر يعمل الكلام دوت ومضطر يحط عينها في الكراتين بالكامل، فبقول في حاله زي ديت ما تقفلش البلاستيك على الكرتونه وخليه في جنب الكرتونه بحيث يبقى مفيش تراكم نواتج التنفس في داخل الكرتونه وما حصلش اصلا تكثيف ميه ونمو لهذا الفطر. لو التنانية ما عنديش الصوره دي دلوقتي، لكن عارفه التنانية كان زمان موجود عندنا في مصر على اصناف ملونه كتير جدا. مع شغلنا طبعا يعني شغل التصدير رفع كفائتنا في التسميد بشكل كبير جدا. فطالما في تسميد عندنا كويس في كالسيوم كويس جدا في العنب مش هيكون عندي عفن التنالي. العفن التنالي بيعمل عباره عن بوتش على الحبايه ما بيخليش العود كله اصلا معفن زي ما احنا كنا بنتكلم عن الرايزوبس دوت ولا عن البوتراس بعد كده، بيخليش العود كله معفن، بتاع الحبايه بس جزء منها معفن ويبقى طري ولونه متغير وريحه تخمر فيه جزء بس من الحبايه، ده عفن التنالي غالبا. ممكن المكان ده يسود يعني مكان مهتلك ومسود، ده الفنان بيعمل الكلام ده، لكن مش هيعمل كده اذا كان نسبه الكالسيوم داخل الثمار ما هياش كويسه خالص. فعشان اكافح حاجه زي فوتو زي دوت هو موجود في كل الدنيا، موجود في كل الاراضي عندنا في كل الهواء وكده في كل المزارع، عشان اقاومه ان انا اصلا بيكون عندي مستوى الكالسيوم داخل الحبات بيكون كويس، وده هنتكلم عنه بعد شويه. دي صوره فوتو العنب مع فوتو البنسيليوم اللي هو العفه الازرق زي كده عامل زي العفه الازرق الصوالح، بس دوت فوتو ثاني ده اكسبانسم. ده مش موجود عندنا في مصر الا في منظر، لكن موجود على الرمان كتير جدا، موجود عندنا على الرمان داخل الثلاجات كتير جدا، من فضل ربنا مش موجود عليه ده، ودي برضه حاجه كويسه، لكن برضه بسرعه عشان تبقوا عارفين الدنيا ماشيه ازاي. ممكن يا دكتور فطر ينمو على الفطر؟ يعني مثلا الفطر مثلا سواء الرطب مثلا بيجي مثلا في الاول ممكن ينمو عليه مثلا فطر مثلا زي العفن الذبابي او الكلام ده كلها، تبص تلاقي الفطر تحول ثاني لمظهر ثاني لعرق ثاني، ممكن يحصل؟ هو السؤال بالتحديد هل ممكن لما ثمر اتصاب وتعفن يجي لها فطريات ثانيه؟ يجي فطريات ثانيه وارد كده لكن الغالب الفطر اللي هو السياده هو اللي بيكمل هو اللي بيكمل. اتفضل. نقول مناعه الشجره لما تنزل بتبقى عرضه لاصابات لا هي دي احنا بنتكلم عن الفطرات دي روحيه، ده على طول دول كلهم الرايزوبس والبنسيليوم، الرايزوبس والبنسيليوم والاسبرجيلاس دي فطرات روحيه. فالحل الاساسي المكون في مكافحه الفطرات دي اولا ان انا ما اعملش اي جروح في الثمار. الجروح في الثمار بقى اسبابها كتيره جدا. واحد بيبدا جبريلين زياده يعمل شعرات مش مرئيه. واحد اصلا عنده شايف حجم الثمار مش كويس او كان زود كميه الميه زياده عن اللزوم براحه يعمل يعني شوائات. واحد عنده حشرات زي الذباب ده يعمل على طول دي في كلها فطريات مش هتشتغل اذا كان في جروح في الثمار نفسه. من اهم الفطريات احنا بس عشان متصورين كده الظروف المناسبه ليها درجات الحراره، لو عندي درجات حراره منخفضه بتكلم عن صفر درجه مئويه عن صفر درجه مئويه هلاقي البطريات تشتغل، الميوكر وهو بيعمل ساور روت يشتغل، البنسيليوم اكسبانس انا هشتغل من شويه الصوره اللي فاتت ده بيشتغل، يعني على صفر درجه مئويه في فطرات بتعمل لها عفان على صفر بتشتغل عادي على الصفر يعني. معدل هو بطيء لكن مع طول مده الشحن بيشتغل ما فيش مشكله. في عندي التنايا وجلاسبوريوم ورايزوباس وديبلوديا وفيوزاليا دي كلها فطرات ممكن تشتغل لكن درجه حراره مناسبه 25 28
اذا انا اصلا لو انا جبت يعني قطعت العناقيد وحطيتها في الكرتون وسبتها فتره قبل التبريد، دي فرصه اصلا الفترات دي اصلا تشتغل، مش هتقف الا لما انا ادخلها في التبريد. لما هي الفترات دي شغاله في التبريد انا عندي فيه مشكله كبيره جدا في فتره ما بين التعبئه وما بين البري كولي. او في كمان نقص في عناصر زي ما قلنا كده الكلينريا، في تشوهات كمان في كلاسفوريا رايزوفاس اكيد في تشوهات هو كمان. الدبليو في الزاويه ما هماش اصلا كتير عندنا في العنب. الاسبرجيلاس اللي هو الاسود دوت عارف الهباب دوت ده افضل درجه حراريه فوق ال 35 درجه مئويه. لكن طبعا في المزارع لو في عندي اظلام مع حشرات 100% مع رطوبة نسبية عالية أو مع تكثيف مية أو شبورة فرص إن الأسبوع نجر يبقى موجود، وهو مش موجود في مزارعنا. أنا شفت مرة واحدة في الأكليز شفته مرات في الدلتا وبشكل كبير، لكن اللي موجود أكتر بكتير جدا هو الرايزوبا صحيح. مشاكل بتاعة الشحن بقول لما نطلع عليها ونطلعها حتى بره نوصل بره بقول في مشاكل ممكن الاقي عفن رمادي عفن حمد الرزوبس واسبرجيلس غالبا مش هيجي لي كليم من بره باي حاجه من دول، يعني مش هيجي لي كليم من بره يقول لي انت عندك مشكله رزوبس ولا عندك مشكله اسبرجيلس، لكن وارد جدا جدا يقول لي في عفن رمادي. الميوكر ممكن يشتغل على ست غير الرزوبس، هو من نفس العيله ولكن تحمله برضه اقوى. ممكن الاقيه في الخارج، لكن نسبه العفن في الخارج بتكون بنسبه 95% 99% بتكون ناتجه عن العفن الرمادي. ده شكل البوترايتس، ولو انت كده بصيت عليه كويس هتلاقي هو شكل العنقود، شكل الحامل ده الحامل الكونيدي وديت الجراثيم هي شكلها شكل العنقود هنا بالظبط. هنا بنلاقي ان اصلا ده اصناف اللي هي البيضه، هلاقي ده فطر البوترايتس. من شويه احنا وريتكم الريزوبس عامل نفس اللون بتاع الحبايه بالشكل دوت، لكن الجراثيم اللي هو ده اصلا دي عباره عن زي بتكون بودره. هنا قلت لكم فيه عباره عن كريات لونها اسود، ده بودره لونها زمان كانت لونها رمادي، يعني اساسا عفن رمادي البوترايتس بيعمل اسم العفن في درجه جراثيمها رمادي، لكن اصبح بقى ليه جراثيم رمادي ودرجه من درجات العسلي على البيج، يعني على احيانا ما فيش جراثيم خالص ويبقى لونه ابيض كمان يعني. لكن الفطر بالنسبه لنا معروف والنزوف هيبقى معروف برضه ان شاء الله. هنا مثلا ده اصابه في على البوترايتس على العنب داخل المزرعه، يعني انا اصلا مش حاطينها بقى في تبريد وشحن والكلام ده، لا هنا اصلا ممكن داخل المزرعه بطلت تشتغل على العنب ويعملها مشاكل بالشكل دوت. لو انتوا دققتوا بالنظر في المنظر دوت هتلاقوا ان في تحزيز كده موجود في المنطقه دي، هل واضح؟ تحزيز ده لان اصلا الفطر بيشتغل بالليل بيشتغل وبيقف، يعني ليل ونهار فيشتغل ويقف يشتغل ويقف، فبالتالي بتلاقي فيه الحلقات بتعبر عن هو وقف اشتغل ووقف. فدي حاجات ده منظر مميز جدا للبوترايتس، ان انا تلاقي ان الثمر عليها جزء متعفن لونه بني، لكن لو انت بصيت فيه كويس تلاقي فيه بذر الحلقات فضاعه على طول من غير ما تفكر ده بوترايتس على طول. زي ما بقول لحضراتكم ممكن ما يعملش جراثيم اصلا خالص، فيديني ما يصير لونه ابيض. بعض العزلات بتاعت البوترايتس بيكون لونها ابيض، مش هو الشائع فطر البوترايتس لما يعمل عزلاته بتعمل جراثيم ليها درجه من درجات الرمادي الفاتح البيج الغامق العسلي، دي الوان جراثيم. لكن لو كان اصلا صحيح في انتاج الجراثيم بيكون الميسيليا لونه ابيض، لان اللي مميز اللون هو لون الجراثيم مش لون الميسيليا. الحقيقه العزلات اللي لونها ابيض مش هي الشائعه في الفطر دوت، ولكن لما بتكون موجوده وتم الاصابه بيكون معدل تهورها للحبات بيكون سريع جدا. يعني هو ربنا دايما بيكرمنا بالتوازن، لو حاجه خطيره جدا هتلاقي انتشارها قليل، لو حاجه انتشارها كتير قوي ربنا يحد من خطورتها. فجراثيم الاسبرجيلس البوترايتس بيعمل جراثيم كتير جدا، لكن معدل نموه مش سريع زي العزلات هي بتكون اصلا ما بتعملش جراثيم. هنا بلاقي دايما اللون دوت حبات ملونه كانها حصل لها ضرر فريزن كضرر تبريد او تجميد بمعنى اصح، لكن ده اصلا ده ضرر ناتج عن البوترايتس. البوترايتس بيغير لون الحبايه بشكل كامل. ده اصلا دي صوره كانت جايه لنا من بره، هنا كان طلع لبره وطلع فيه الحبات ملونه، وده الميسيليا بتاع البوترايتس ذات نفسه. فممكن مع وجود الرطوبه تكثيف الميه على العناقيد في اثناء البروده ممكن يعمل لي كمان خيوط زي العنكبوت كده بين الحبات، ممكن الحبات دي كلها تبقى عباره عن كتله واحده، كلها تبقى كتله واحده من الخيوط نتيجه اصابه بوترايتس وتدهور في الثمار.
دي هنا مفيش اصلا ميثيليا، مفيش حاجه خالص. لكن لما انا ببص على منظر زي دوت واضح فيه درجات الاصفرار وواضح فيه درجات البني، فدوت على طول اصابه بفتره البطريه ساعات قبل الوصول. انا بس مش عايز ازعجكم بكلام كتير في الجزئيه دي، لكن ببساطه شديده جدا يعني فتره البطريه بتفرز مجموعه من انزيمات كتيره جدا، منها انزيم اسمه انزيم اللاكيز. انزيم اللاكيز ده بيفرزه بره الخلايا بتاعته، بره الخيوط بتاعته، فبتنزل في الوسط فبتعمل اكسده للفلولات، فتحول الفلولات من اللون بتاعها اللون انتوا عارفين لما تقطعوا كده تفتحها تسود وتسود تسود، ده نتيجه اكسده الفلولات. اكسده اي فلولات بيحول دي لون درجه درجات اللون البني البني الغامق للاسود، دي اكسده الفلولات. اللاكيز ده بيعكس الفلولات داخل يعني، فهو ده بيديني اللون اللي قلت لكم بيغير لون الحبايه او العلود من الابيض من درجه من درجات اكنه داخل على الاحمر، ده نتيجه اكسده الفلولات فقط لا غير. ده بكون افلاتوكسات؟ انا موضوع تاني خالص، موضوع تاني خالص. يعني لو حد عايز يعرف حاجه عن الافلاتوكسينات دي بقى بعد ما دي اخطر انواع الصموم على الاطلاق الافلاتوكسينات. فهنا بس عايز اقول حاجات مش هتكلم في التفاصيل، في عندنا انواع كتير جدا من البطراس للزباب بيفرزها البطراتيس، اللي يعنينا منها بعضها ان هي اصلا الهدف منها ان هو بيحلل عشان يخش عشان يعمل اصابه، والغذاء والخليه اللي دخل فيها بيبدا يفرز انزيمات تحلل الخليه اللي بعديها عشان يتحرك من ديت لديت. فالحاجات دي لما انا بعرفها بقدر اشتغل بحاجات تظبط لي نشاط الانزيمات دي، يعني بدل ما ممكن بدل ما بموت الفطر ممكن اقلل نشاط الفطر ذات نفسها، او بمعنى اصح انا بشتغل بالاثنين، ازاي موت الفطر وازاي اوقف نشاطه داخل الثمار ذات نفسها. فبالتالي انا في عندنا نون بكتيريتك سيرود ديريك انزيمات ما هياش بكتيريه، وفي انزيمات بتكون بكتيريه، في انزيمات بتعمل كل الخلايا ما يوصلها او موت الخلايا ما يوصلها. الانزيمات دي غالبا بتاثر بالكالسيوم، يعني لما انا اصلا بحط كالسيوم واحط المغنيسيوم انا مش بزود قدره استخراج قدره الخلايا بس، الكالسيوم والمغنيسيوم ما بترش او بيضاف ويزيد تركيز داخل الثمار بيزود سراب قدره الخلايا زي الاسمنت كده ما بيعمل مع الطوب، طوب احمر كده واسمنت يعتبر الكالسيوم والخليه، لكن اساسا كمان بيقلل لي نشاط الانزيم بتاع البوتراسي اللي بيفرزه عشان يخش يشتغل ما بين الخلايا. فده من الحاجات اللي بالنسبه لنا مهمه جدا في المكافحه، مش هدخلكم في انزيمات خالص دلوقتي. ده شكل الفطره على في المزارع عندنا، بيعمل دي نوع اقتصاد، دي عباره عن اجسام حجريه، دي اجسام حجريه تقعد من سنه لسنه، يعني هو بيكونها على الطراح وتقعد من سنه لسنه على الطراح، او تقعد من سنه لسنه في الارض، او تقعد من سنه لسنه في البقايا اللي هي الحاجات اللي انا عملتها شريدنج، فدي كلها مصادر الاصابه في السنه اللي بعديها. ليه البوتراس مشكله؟ مش في مصر بس، هو مشكله في العالم كله، لان هو بيصيب تقريبا كل محاصيل الفاكهه والخضار. تقريبا كل محصول فاكهه تقريبا مصاب، كل محصول خضار مصاب. يعني الخوخ والمشمش بيصابوا، التفاح والكمثرى بيصابوا. لو بتتكلم عن خضار بتتكلم عن فراوله، عن طماطم، عن بسله، عن فاصوليا، تقريبا كل حاجه بتصاب. فبالتالي الفطر موجود في العالم كله، موجود في الدنيا، موجود في مصر في كل مكان. ازاي ما يبقاش عندي فيه مشكله بهذا الفطر؟ عشان ما يبقاش فيه مشكله لازم اول نعرف، احنا عرفنا الضرر بيبان تقريبا او غالبا بعد الجمع وبعد ما بطلعه بره، بعد الشحن، بعد التبريد. لكن انت حدث الاصابه دايما الاصابه بتحصل بالبطريس في وقت التزييف. لو انا بصيت اصلا عند الزهره في اصلا قطرات مائيه بتطلع من عند الزهره فوق، القطرات المائيه دي فيها اصلا عصير من عصيرات النبات، بيكون فيه سكريات، بيكون فيها عمارات غنيه، دي اللي بتنشط الفتحه اللي هي تلبس الجراثيم بتاعته وبتخش من الفتحه اللي هي اصلا طالعه فيها المايه دي. نفس الكلام ده على الورقه. لو انا بصيت نوت كده على الورقه فيها اصلا في بروز لفوق وفي نتوق لتحت، يعني في قمه وفي قاع من اهو. الاثنين اصلا دول الحتتين دول فيهم فتحات وبيطلع اصلا عصير من الخليه كانها بتدمع، كان الورقه بتدمع. الدموع اللي طالعه دي اصلا عباره عن سكريات واحماض عمليه، فدي بتنشط الجراثيم بتطلع تنبت وبتخش من الفتحات دي. طالما هي بتخش من الفتحات دي فلاقي دايما ان احيانا بلاقي في بقع على الورقه، يا اما بادئه من الطرف دايما واخده بالتنيع بقع عايز تاخد درجه من درجات البيج الغامق البني الفاتح، وتنيع ماشيه ما بين العروق لحد ما تديني مظهر اللي مظهر السبعه ده هي.
اما اشوف حاجه زي كده ده صعب البطريات على الورق. اذا البطريات بيسيب له ورق زي بيسيب له ازهار زي بيسيب الحبات ذات نفسها. وبالتالي برضو لو انا عندي ورقه ميته بيشعلها بطريات بشكل كبير جدا. لو عندي ورقه مسنه في الفراوله او ورق ميت في الفراوله بيزود البطريات المزروعه على طول. لازم اجمع حاجات وتخلص منها بره المزرعه. فالبطريات محب جدا لاوراق النباتات الميته، محب جدا. لكن حتى اوراق السنين يقدر يطفي عليها ويقدر يشغل عليها. طالما في كميات ميه بتطلع من هو مع ظروف بروده مع ظروف بروده نسبيه عاليه البطريات هينتشر ويعمل لها اصابه الاوراق. اصابه الاوراق ما هياش مشكله كبيره جدا. لكن المشكله في ايه؟ لو انا بصيت ان هو ممكن الاقي فيه اصابات اوراق زي هنا كده هو وجنبها عمود ذهبي. يعني دايما هتلاقي حضراتكم يعني بعد ما تشوف المنظر ده تمشوا في الارض هتلاقوا ده من الورقه اللي فيها المظهر دي فيها لون البني الفاتح او البيج الغامق مع شويه حلقات بسيطه موجوده ديت بتاعه البطريتس. هتلاقي الورقه ديت دايما هي الورقه المقابله للعنقود. فده يوضح لك بسهوله ان نفس العنقود دوت هو مصاب بالبطريتس ولكن اصابه مش هتبان في الوقت دوت. انا هصاب هتبان بعد شهرين او بعد ثلاثه لما ان انا اجمعه وابعته. والحقيقه ان كتير قوي 90% من الفطريات اللي بتعمل اعفان الثمار في كل المحاصيل 90% او 50% بتعمل اصابه في وقت التزهير والعرض بيبان عند او بعض منهم. عشان تتخيلوا المنظر دوت لو انا اصلا عندي فطريات بتعمل عفن في ثمار الموالح الاصابه بتحصل في شهر 4 والعرض بيوصل في شهر 12 او شهر 11. يعني ممكن انا الاصابه عندها ثانيه ساكنه في محصول 6 شهور او 7 شهور او 8 شهور لحد ما يبان العرض. الفترة الأولى دي بالنسبة لي هي فترة كويسة وأنا أقدر أنا أكافح المرض فيها وأقضى عليه بدون ما يظهر أي أعراض. تاني لو أنا مشيت في الأرض ولقيت في عندي ورق فيه الشكل دوت كتير فأتوقع إن هيبقى عندي إصابة بطريتس في الثمار بعد كده هيبقى كتير فلازم أشتغل مكافحة بشكل مناسب في الدواء. ومعناها إن عندي ظروف بيئية في الأرض ديت مناسبة المفروض أقدر أغيرها. ظروف بيئية معناها إن محتاج أقلل الرطوبة النسبية داخل المكان، محتاج أحسن التهوية داخل المكان. هنشوف مع بعض. هنا هو أصلا دوت إن إحنا بننزل بيبان بسهوله في الاطباق اذا كان عندي فيه اصابه ساكنه بالفطر ولا لا وبنقدر نعرف لو ناخد قرار ان احنا نرش او ما نرش حاجه زي كده. ده برضو اصابه بالورق واضح برضو فيه وجود الزونيشن او الحلقات على الورق في منطقه الاصابه. من الحاجات اللي هي اصلا مؤشرات مهمه بالنسبه لي دي برضو بقول لحضرتك دي الحلقات اللي موجوده. من الحاجات اللي بتعمل التلون دوت وحضراتكم بتشوفوه كتير لو انت رشيت يوريا وبتركيز عالي شويه بتلاقي فيها حاجات زي دوت. فالتصور دوت هو عباره عن حرق لليوريا. اليوريا لو زاد تركيزها بتحرق بس 1% ما يحرقش. لكن 1% بيزود اصابه البطريس على طول. فاحنا بنقول دايما ان الحد الاقصى ان اقدر ارش يوريا بدون ما احدث مشاكل من اعفان البطريس هو 0.5%. لو زودت عن 0.5% فانا معرض لمشاكل اعفان البطريس بعد كده. أنا ممكن أعرف الإصابة من وقت التزهير، من عند التزهير ومن بعد التزهير. دي الثمرة بيبين بس الإصابة الساكنة بقت في حالة إصابة فعالة بعد كده لكن دوت طبعًا مع تقوية التكبير عالية. الحاجات اللي الظروف المناسبة للبطريس عشان يشتغل هو محتاج رطوبة عالية. محتاجين رطوبة عالية، محتاجين جو بارد. احنا بعد شوية هنعرف ايه الظروف المناسبة لدرجة حرارة بالظبط البطريتس. لكن ليه بقول جو بارد؟ عشان يبقى اصلا تهيئة العقل للإصابة هتكون أفضل. في عندي بقى الإنسان الرياح بتساعد في نقل الجراثيم. الرياح بتساعد في حدوث تجريح للعناقيد وعشان لو أنت مثلا بصيت للسوبيريور مثلا هتلاقي فترة التزهير وفترة العقد هتلاقي الفروع اللي طالعة كلها بتكون طالعة فوق مستوى التكعيبة النفسية. فلو في ريح موجودة وداخلة هتلاقي أصلا بتجرح ما هو فوق مستوى التكعيبة وبالتالي فرص حدوث الإصابة بالبطريس بتزيد على طول. الحشرات طبعا بتزود الإصابة زي أخونا ما كان بيتكلم كده ممكن دود الثمار العنب ممكن تزود الإصابة. الزباب الفاكهة ممكن تزود الإصابة. التريبس ممكن تزود الإصابة لو حدث إصابة بالتريبس في فترة اللي هي قبل نزول ميه وعند نزول ميه ممكن تزود الصوره بشكل كبير. الانسان طبعا المخلفات النباتيه واللي هي حاجات احنا بنعملها شريدنج في التربه او تقطيع وخلط مع الارض دي من الحاجات اللي ممكن تزود الصوره البطريتس. انبات جراثيم البطريتس هي اولا مرتبطه بالحراره
يمكن درجه حراره بالنسبه للاثبات اصلا ممكن تكون 18 درجه مئويه ل 20 درجه مئويه. لو انا حطيت الجراثيم ديت في ميه قطره مش هتنبت، لو حطيت جراثيم بوتاسيوم قطره مش هتنبت. اذا معنى كده الميه اللي بتطلع من النبات هي مش ميه مقطره، هي ميه فيها حاجات بتساعد الجراثيم انها تنبت وانها تشتغل في نفس الوقت. افرازات الورقه وافرازات الحبايه هي فعلا منشطه لانبات الجراثيم. وحاجه ثانيه مهمه جدا، جراثيم البوتاتس لو عندي فيها حبوب لقاح، حبوب اللقاح وجودها ومع بدايه انبتها بيفرز مواد منبهه لتنبيه جراثيم البوتاتس، فتدعي جراثيم البوتاتس ممكن تنبت بالظبط زي حبه اللقاح وتعمل انبوبه انبات زي انبوبه اللقاح بتاعت حبه اللقاح، وتخش جوه النبر بتاع الزهره وتسكن وتعمل لها مايسيليوم او خيط ساكن داخل النبر لحد الثمره ما تنضج وتعمل لي العفن بعد كده. هي بس الصوره اللي فاتت ديت يعني بس نبين ان هو الاجسام الحجريه بتكون موجوده على الاصوات وبالتالي ممكن تنتقل من موسم الى موسم. انبات الجراثيم افضل انبات عند 20 درجه مئويه. ممكن عند دي احسن انبات يعتبر. لو انا بتكلم عن 10 درجه مئويه ده بتكلم بقى عن الساعات كمان. لو انا بتكلم عن 20 درجه مئويه فممكن الجراثيم تنبت في خلال 9 ساعات. لو انا بتكلم عن النسبة أكبر بتنبت عند 12 ساعة، لكن عند 9 ساعات بيكون 80% من الجراثيم أو أكثر من 80% من الجراثيم بيكون عملها عملية إنبات. لو أنا بتكلم عن 10 درجة مئوية عشان أوصل لنسبة حتى 40% إنبات أنا محتاج 12 ساعة. لو أنا بتكلم عن صفر أنا بوصل لحد 12 ساعة نسب الإنبات بتاعت الجراثيم أقل من 10. الشريحة دي بس بيجي حاجة مهمة جدا، إنها كل ما بتأخر في البري كولينج بعد الجمع انا كل ما بلاقي فرص انبات الجراثيم بتاعت الفطرس نفسه. يعني ممكن يحصل عندي انبات الجراثيم الفطرس فقط في الفتره ما بين الجمع وما بين البري كولينج. الفتره الحضانه هي الفتره ما بين حدوث الاصابه في الحبايه ويبدا يظهر فيها العرض. عامه بتقل جدا بالايام دي بالايام من بعد حدوث الاصابه مع درجه الحراره بتكلم عن 18 ل 20 درجه مئويه. دي احسن درجه حراره تقدر تعتبر كده 20 درجه مئويه احسن درجه حراره الانبات، 18 20 احسن درجه حراره تقل فيها فتره التحضين ويبان العرق بتاعي بسهوله. اذا معنى كده انا كل ما بأسرع بالتبريد وبحافظ على التبريد انا كل ما بخلي حتى لو الفطر موجود ما يقدرش يعمل لي اصابه وما يقدرش يتطور اصابه الى عرق في نفس الوقت. ده نفس الكلام علاقه ما بين درجات الحرارة ونسب مواد الإصابة في ظروف الجو الجاف أو ظروف الرطوبة النسبية العالية. برضه هنتكلم تقريبا عن 15 درجة مئوية ل 18 ل 20 هي دي الظروف المناسبة جدا. لكن بالرغم من كده الفطر بيشتغل على إيه؟ بيشتغل على صفر درجة مئوية وبيشتغل كويس. بس بيشتغل كويس نتيجة إيه؟ نتيجة طول فترة وجود العنب على صفر مع طول مدة الشحن يبدأ يحصل عندي العقل ويظهر. طول مدة الشحن ممكن تكون أصلا لو بتكلم على العنب ممكن تكون 7 أيام تبقى فترة مش قصيرة. لو بتكلم على الفاصوليا ممكن يكون اصلا يعني 24 ساعه دي فتره طويله جدا. على الفراوله ممكن 24 ساعه تبقى فتره طويله جدا، فتره قصيره. الشريحه اللي بس بتفهمنا بعض المعلومات درجه الحموضه ان كل ما بترتفع درجه البي اتش يعني كل ما بطلع ل 6 و7 و8 معدل نمو الفطر بيزداد جدا. ده بس بيفسر لنا ليه عند الاصابه حصلت في المبيض وكانتها ساكنه لحد الثمره ما نضجت بعد كده، لان مع النضج يقل الحموضه في داخل الحبايه يقدر الفطر يتحسن ويبدا يشتغل. فتره الاصابه عند التزهير دي فتره اساسيه ممكن اعتبر ان مش اقل من 50 60% من العفن اللي بيحصل وقت الجمع من عند التزهير، ممكن اعتبر اكتر من كده كمان. لكن من فتره بين التزهير لحد الجمع برضه ما زالت عينيك معرضه للاصابه نتيجه حدوث اي اضرار للحبات ذات نفسها. بعد الجمع ممكن تحصل اصابه داخل الصندوق عن طريق حركه الهواء اثناء وضع صناديق في الثلاجه او وضعها في كونتينر. لازم يكون في حركه هواء ممكن تنقل الجراثيم من المصاب الى السليم، بالاضافه للثمره المصابه اللي حصل فيها العفن بتنتقل من المصابه للثمره السليمه اللي جنبها داخل الصندوق. يعني ممكن مع حركه الهواء تنتقل من صندوق لصندوق وممكن بالتلامس من نفس داخل الصندوق من حبايه لحبايه ومن عمود الى عمود. محتوى وجود ميه على سطح الورق او على سطح العمود لفتره هنتكلم ده عن 4 6 ساعات
دي فتره كافيه جدا عشان الانبات اللي حصل لها اصلا اصابه بالفتره بتاعتها. التنبؤ بالظروف الجويه، في ناس عندها برامج تنبؤ وفيها جزء ارصاد، مهم قوي ان محطات الارصاد اللي هتفيدني عشان اتنبأ بالامراض ديت تكون موجوده في نفس المكان تحصل فيه الاصابه. يعني ما احطش ارصاد ما احطش محطه ارصاد بره المزرعه، او احط حتى داخل الفرشه لكن بعيد عن منطقه العنايه. منطقه العنايه انا بتكلم عن الميكرو كلايمت اللي هو المناخ الدقيق حوالين المنطقه اللي انا مهتم بيها اللي هي العنقود بالنسبه لي، فلازم المحطه تكون موجوده في المكان ده. هنا بس بيقول ان انا محتاج فتره بلل حوالي 6 ساعات عشان يقدر يحصل عندي فيه مع درجه حراره بنتكلم عن 25 او 20 درجه مئويه، ده يعمل لي على طول حدوث انبات وحدوث اصابه بالفطر بتاعنا. الشريحه ديت كنا بنعمل عينات زمان، وكنا بناخد عينات ونشوف زي مستوى الاصابه في المزارع عامل ازاي وحركه الفطر داخل المزارع. لاحظنا في النهايه ان عندي اكتر مكان بيبقى فيه اصابه هي المكان اللي يكون فيه اصلا ميه كتير. يعني اصلا في ميه كتير هتلاقي فيه نمو خضر اصلا اكبر، هتلاقي فيه اصدام اكتر، هتلاقي فيه عدد تهويه اكتر، هتلاقي فيه طول نسبيه اعلى. دي كلها ظروف مناسبه جدا لحدوث الاصابه. اذا احنا اصلا ممكن عن طريق العينات حتى ممكن نعرف مستوى الاصابه في المزرعه ايه قبل ما تحصل الاصابه خالص، قبل ما نحكي قبل ما نعمل اي حاجه خالص. زي ما اتكلمنا دي ده عرض من اعراض البوتريتس، وده ممكن اخد عينات في هذا الوقت او حدوث الاصابه في هذا الوقت. اسف الفطر. هل اصناف بتختلف عن بعضها في حساسيتها الاصابه بالبوتريتس؟ بتختلف طبعا. منطق جميل. تختلف يا جماعه، حد عنده اعتراض؟ الاصناف بتختلف حساسيتها الاصابه بالبوتريتس. طبعا بتختلف. طبعا. والامراض كلها مش بتختلف بس. ولكن الاختلاف مش معناها ان هو غير قابل للاصابه وقابل للاصابه. لا، الاختلاف معناه ان في واحد مصاب بشده وواحد مصاب اقل. حساسين بالظبط كده. فبالتالي لو انا اتكلمت مثلا عن صنف زي الكريمسون. صنف الكريمسون اصلا حساسيته الاصابه بتكون قبل بكتير. نتيجه ان الثمره بطبيعتها اصلا بكتير من حبات الفليف. ماشي؟ لكن لو حصل عندي اي انفصال ما بين الثمره وعنق الثمره فدي المنطقه بتبقى سهل قوي ان يدخل بقى الفطر بتاعها. نفس الكلام عند الشقاق اكتر ممكن تكون موجوده في السوبر، موجوده في الليل، موجوده في الطمسون. ممكن تكون موجوده في الاراك، نفس الكلام برضه. التشققات فرص قوي ان هو يحصل فطر ان هو يدخل من خلالها. لو انا بتكلم عن صنف زي كيرم روبي عندنا برضه محاصيل الاصناف اللي انتاجيتها عاليه جدا جدا ومحاصيل لطيفه كما ما ينفعش التصدير، الاصناف الحساسه جدا للبلد دي حساسه جدا لعفان الصمام. فاه في تباين بين الاصناف لكن هي كلها في الاخر بخسارة. كلها نظافه المزرعه من الحاجات المهمه جدا جدا لمكافحه البوتراتس. ليه؟ لان طبعا ما عنديش مخلفات نباتيه فانا بقلل فرص حدوث مصادر العدوى بالفطر بعد كده في بدايه الموسم الجديد. نظم التدعيم عندنا نظم مختلفه كنا بنتكلم عنها كتير زمان، يعني اصبح عندنا دلوقتي الشائع هو طبعا بارون. عندنا البارون هو ممكن يحصل فيه مشاكل الا في حاله واحده، لو انا عندي اصلا تهويه فاتح نوافذ بحيث ادي فرصه للشمس تدخل على الارض. واحيانا بنحكم عن كفاءه اداره المجموعه الخضراء داخل المزرعه عن طريق وجود الشمس على الارض. كل ما يزيد مستوى الشمس على الارض انا بعرف ان عندي فيه اضاءه كفايه، بعرف ان فيه تهويه اصلا كفايه، وفرص حدوث العفان بتقل على طول. الحاجه الثانيه ان كل اصلا بكون عندي طلحات مترابطه كويس ومعرضه للشمس بتقل فرص وجود بواد دي وبواد زرع في نفس الوقت. اذا التهويه المناسبه في نظري هو اهم عامل في مكافحه الامراض الفطريه عامه والبوتريتس خاصه. لو انا كده شفت العوامل ممكن تاثر على العفن الرمادي، الضوء بيأثر على العفن الرمادي. يعني هل اتوقع لو الضوء زاد يزيد العفن ولا لو الاصدام هو اللي زاد؟ الاصدام. طب ليه؟ الفطر بيحتاج رطوبه عاليه جدا. في اسباب ثانيه؟ حد يتوقع سبب ثاني؟ ممكن الحشرات كمان. الحشرات هتزيد. سبب ثالث خالص يا باشا. ها؟ حد يتوقع حاجه ثانيه؟ في عندنا حاجه مهمه جدا. كل ما بيزيد الاظلام بتراقب قدر الخلايا.
فبالتالي طالما لقوا جذور الخلايا فرص ان الخطر يعني يكسر الجذور ديت ويعدي منها اسرع بكتير او اكتر بكتير. فانت عشان تتصوروا الكلمه ديت، لو انت عندك علم موجود في الشمس ايه اللي بيحصل له؟ ناشف بيبقى في صلابه شويه بيعجن. ليه؟ كل ما زاد تعرض الضوء كل ما زاد سمك جذور الخلايا. فبالتالي لو انا عندي النظام في تحت في البالون زياده اتوقع فرص زياده العفان كتير نتيجه زياده الرطوبه زي ما كنا بنقول، ونتيجه ان جذور الخلايا بقت اكتر بكتير، فهنا في عندي مشكله. فبالتالي انا محتاج يبقى في عندي اضاءه عشان ادي جوده للثمار افضل، وفي نفس الوقت اقلل العفان عطيه ايه التهوية وعشان تحسين الصلابه بتاعت الثمار الحسنه. زياده النيتروجين طبعا بزود الصور ده كلام عام. زياده الكالسيوم قلت لكم ان هو زياده الكالسيوم على طول بيعمل لي عمليه تقليل او عدم عليها النشاط الانزيمات اللي بتحل، فبيقلل لي فرص تحرك الفطر من الخليه الى الخليه. البوتاسيوم في صور كتيره جدا بيساعدني ان انا اكافح البطاريس. طب انا قلت لكم نموذج من النماذج، لو انا عندي اصابه بفل بطاريس موجوده ورشيت بوتاسيوم سايلوسالفيت، البوتاسيوم سايلوسالفيت بيقتل جراثيم فطر البطاريس بطريقه مباشره. يعني انا يعني الكالسيوم لو انا بحطه انا باثر على البطاريس بطريقه غير مباشره، انا بغير من صفات العائله ذات نفسه. لكن البوتاسيوم سايلوسالفيت ده بيقتل الجراثيم بطريقه مباشره. نفس الكلام البوتاسيوم سايلوسالفيت بيقاوم لي كل اعفان الصور الرطب بطريقه مباشره. عشان اتخيل قيمه الكلمه دي، ان لو انا خليت انت بين كفاءه البوتاسيوم سايلوسالفيت الماده الفعاله الكويسه مع اي مبيد ثاني هتلاقيها افضل من كل مبيدات. يعني عنده البوتاسيوم سايلوسالفيت كمال كفاءته ضد الصور الرطب احسن من كل المبيدات. كفاءته ضد البوتراتس عاليه جدا. عاليه جدا بشكل كبير بشرط المركب يكون كويس. البوتاسيوم فوسفيت ده من الاملاح اللي كان برضه مقاومه للفطريات بتاعتنا بشكل مباشر. البوتاسيوم فوسفيت برضه مدى واسع على فكره كده صور واسع برضه دي كمان، يعني ممكن اسرع من دي لو كان موجود برضه دي كمان. البوتاسيوم فوسفيت بيموت لي كل الفطريات اللي احنا بنتكلم فيها، كل الفطريات كل انواع اللي احنا بنتكلم فيها. فبوتاسيوم فوسفيت من الحاجات، البوتاسيوم فوسفيت غير الفوسفات. البوتاسيوم فوسفيت برضه بيتعامل معاه في العالم كله على ان هو مبيد مش ملح. هنا في مصر عاد بنتعامل ان هو طبعا ملح ومخصبات وده كلام فارغ، هو اصلا مبيد وبيسجل في العالم كله كمبيد، وهو فعلا له تاثير ببساطه جديده. البوتاسيوم فوسفيت القريب دي جدا هو الالومنيوم فوسفيت اللي هو اصلا مبيد الارياتي. هو الفرق الوحيد عندي هنا بوتاسيوم وعندي ان هو اصلا الومنيوم، ده الفرق الاساسي. فهو مبيد فعال جدا ضد كل الفطريات، ضد فطريات البوتراكس، ضد التفسرة، ضد البيسيوم، ضد السليمات، ضد الانترناريا. مركب رائع، مركب رائع. وقلنا البي اتش بتاعته الريزيز بتاعته المقبوله لحد 85 جزء في مليون في العنب، في محصول ثاني لحد جزء لحد 100 جزء في مليون كمان. فده من الحاجات اللي هي تعتبر كويسه. ده صوره من صور البوتاسيوم. اليو في اصلا يمكن ان شاء الله تبدا في مركب فتره كان بيحط يو في في محطات التعبئه، بحيث اصلا لما بتعرض الصناديق العنب لليو في بيكون فيها ماده اسمها ريفراترول جزفراترول. الماده دي اصلا عباره عن فاتو اليكشن، ده بيقاوم الفطر بيخلي الثمره تقاوم الفطر ذات نفسه. فدي من الحاجات اللي هي بس يعني محتاجه نمط في المحطات مختلف. يعني طبعا ما ينفعش اعرض العمال اليو في لايت ده يعمل لهم اصلا امراض، حد يعمل سرطان طبعا في الجلد وحاجات زي كده. الميه الحاره طبعا من العوامل الاساسيه والرطوبه النسبيه. احنا كده الرطوبه النسبيه الجراثيم العنب عشان تنبت، الجراثيم البوتريتس اسف عشان تنبت محتاجه فيلم من الميه. يعني لو في عندي سبوره الصبح يا فرص الانبات بتاعت الجراثيم هتبقى اعلى بكتير. الحل الاساسي في المقاومه هي التهويه، ان انا بعمل توجيه كويس للطرحات، بربط الطرحات بحيث الطرحات ما تغطيش بعض، بعمل بزال الاوراق من حوالين العنقيد بحيث حركه الهواء حوالين العنقيد تبقى تكون كويسه. واحيانا بعمل بانش اورينتيشن، دي كانوا عنه ازاي بتخف حبات من العنقيد عشان العود ما يبقاش كومباكت ما يبقاش اصلا مدمج. العنقيد اللي بيبقى حبات مدمجه فيها ضررين، ممكن حد يقولها لو عندك عنقود مدمج في مشاكل في الحبات بتاعتك توقعاتكم ايه؟
دون استمرار طبعا عدم تخلل الضوء في العنقود، فبالتالي هيولد برضه هيبقى فيه العنقود برضه الاصابه بالفطريات من الظلام اللي هو فيه. ممكن بعد كده العنقود كومباكت، ممكن الحبات تضرب فبتولد برضه فطريات برضه عليه ثاني. حبات تضرب من الزنقه يعني، العنقود مثلا كومباكت فالحبات بتتزنق يعني السبب اللي قلته من شويه، الحبات اللي في الداخل اصلا بتقطع الضوء، فكل الخلايا برضو قاعده بتريح، فاي ضغط عليها الخلايا عشان كده بتلاقي العود الكونتاكت بيجي يعفن من قلبه من جوه مش من بره. ليه؟ لان الحبات اللي جوه جدارها ضعيفه فاتكسرت بسهوله. تمام، واخد بالك؟ فده عامل مهم جدا. اذا الكومباكتنس معناها ان فرص حدوث هرس الحبات اللي جوه وتكسير الحبات اللي جوه وحدوث عفن من جوه بتبقى زياده، مع في نفس الوقت ان احنا بيكون عندنا الرطوبه النسبيه بتكون اصلا عاليه في المكان دوت، فبتعمل لي صور العفن كله. جوده الحبات الحاديه كلها مش كويسه، وصور حجم الحبات كلها بتكون موجوده. الحبات لما بتبدا تضغط على بعضها ما بتديش فرصه ان هو يمر الحبايه، ما بتاخدش حجم كويس. عشان كده بتعمل كلمه ماشي اورينتيشن، معناها ان انت بتشتغل في العنقود عشان تتكلى عفن الحبات فيه مناسب. بتعمل بقى عمليه رش جبرلين، بترجع احيانا بقى الخفت الميكانيكي، دي كلها حاجات بتعملها عشان توصل للقطر المناسب وعشان تقلل الاعفان. طب واحد لو بيعمل الكلام ده بتاع بانش اورينتيشن دوت، هو يبدا يعمل معاه خف او سيلنج بتاع العناقيد، بيشغل البنات بالمقصات. افضل فتره ممكن اشتغل فيها لو الخف الجبرلين ما كانش كويس، الخف الجبرلين بيبقى امتى كويس؟ لو انا اصلا طبقت الجبرلين ودرجه الحراره كانت بعدين مناسبه. لو جه مثلا بعدين جو بارد مش هتديها نتائج كويسه، احيانا بترش انت يوريا او بتزود نيتروجين عشان تزود الخف، ما تعملش الكلام ده هو، فانت محتاج تعمل خف من تاني. الخف من غير كده اقدر اعمله، البنات تعمله بصوابعها ده افضل شيء. يعني معنى كده بصوابعها معناها ايه؟ انت بتتكلم عن قطر حبات هتفضل 4 متر. المشكله تيجي هنا وقت ايه؟ ان ساعات البنات ما تقدرش تميز ما بين الحبايه الصغيره والحبايه كويسه الشوت بارز، يعني مش هتقدر تميز ده هو. لكن بتلاقي الافضل انك تستنى لحد 8 متر. 8 متر انت هنا بتشتغل بمقصات مقصات. المقصات ممكن البنات بترص بتريح من مقص على الحبايه، يعني هي بترص الحبايه وبتريح على الحبايه اللي تحتيها. انت بتعمل ميكانيكال دامج وبرضه ممكن تزود فرص حدوث الاعفان. لو انا محتاج ان انا اشتغل بمقصات وعندي الحبات وصلت 8 مللي، فانا بقول لحضراتكم لازم في نهايه اليوم ارش حاجه تمنع لي حدوث الاصابه اللي ممكن تكون حصلت دي. افضل حاجه الفتره ديت ان انا ارش حاجه زي تي تي اس او كاسيوم فوسفيت. مش محتاج ارش بودات، ما ارش حاجه من الاثنين دول. الكي تي اس زمان، لما كان زمان يعني كنا بنرش لتر للفدان، يعني بنتكلم على لتر 400 ل 600 لتر ميه، فده كان بيكونوا كافيين جدا ان انا ارش كي تي اس بمعدل لتر للفدان، ده كان بيديني يعني حل كامل للاعفان بتاعت الصنار. ولو عندي اصابه بالصور روك كان بقى 2 لتر للفدان بيحلوا مشاكل العفان الصور روت على مستوى الخشب الكامل، وتلاقي الحبايه اللي بقى العفنه دي بتنشف بسرعه جامده جدا وخلاص بتنشف بتجف تماما، الحبايه العفن فيها بيجف والحبايه بتجف وخلاص مفيش صور جديده. طبعا بسوء الحاله اللي عندنا في عند الناس، فبنتكلم عن 3 لتر للفدان مش اقل من كده، لو اقل من كده هتلاقي الشغل كويس خالص. زمان كان الشغل كان انظف شويه فكان لتر كان كده. الكالسيوم فوسفيت برضو الكمبيوتر هو اللي زعل مش عارف ده هو سخن في القصر. البوتاسيوم فوسفيت برضو كنا بنتكلم عن سم كل لتر، ده كان كفايه، لكن برضو في تباين في مركبات كتير جدا. بنتكلم عن سم متر مكعب او ملي لكل لتر، لحد 3 ملي لكل لتر، ده هو اصبح المناسب حسب المركب ذات نفسه. وطبعا تعدلكم تمام في الاسعار برضه كبير جدا في السوق يعني. فربنا يهديكم الحاجه تكون كويسه يعني باذن الله. ليه تسمع عن كورسات لا. لا كورسات يعني؟ كورسات وقت الجامعه. لا مش هيأثر. انت عندك كورسات وقت الجامعه؟ اه في ساعة قابلت مشكلة وشفت كيس. وقفوا؟ المعلومه بالنسبه لي كويسه. هو الاكاروس بيبقى في اول التخريج طبعا،
وانت داخل كان في فيروس وقت الجامعة؟ ممكن تريبس. شوف الاقراصات الاقراصات من الحاجات اللي انا هقول لكم زي المشكله دي في الحل جه من عضو مش المشكله. الاقراصات اصلا ما بتقصرش معظم بدايه العافيه اساسا يعني انت بتيجي تفوق قرص عندك في الارض وتبتدي المجهود وتختار مجهودات تكون فعاله جدا. لكن اللي حاصل ايه؟ زمان كنا بنعمل كتير قوي نحكي معفر كبريت حتى لحد الجنب وكنا بنحط كبريت زراعي على وش الارض ده ينفع في اسوان جدا الكلام دوت. لما بتحط انت كبريت زراعي بيضاء مع ارتفاع درجه الحراره هو يتسامى يطلع غاز ثاني اكسيد الكبريت. غاز ثاني اكسيد الكبريت دوت المنفذ طارد للاقاروص هو ما بيقتلش الاقاروص ولكن هو طارد للحشرات واصلا ثاني اكسيد الكبريت هو اللي بيموت الفطريات. واخد بالك؟ زي كان بيقول احنا بنشتغل بالكي تي اس، الكي تي اس هو بنحطه في الميه بتاع غاز ثاني اكسيد الكبريت على طول. واخد بالك؟ ثاني اكسيد الكبريت قاتل لكل جراثيم الفطريات. لكن على السطح. يعني مش بيخش جوه الثمره ويحل مشكله العفن من جوه الثمره. لكن يقتل الجراثيم من بره، يمنع انها تصبح ثمره جديده. لو ثمره عفنت مع وجود ثاني اكسيد الكبريت يمنع انها تصيب الثمره اللي جنبيها نتيجه موت الجراثيم السطحيه، بموت الجراثيم السطحيه. فتخيل الثمره اللي عفنت بتعفن لوحدها. دي اهميه ثاني اكسيد الكبريت كمعامله عشان الباز اللي احنا بنحطها داخل السناريو. المشكله انا مش طب حد يسال في اي حاجه؟ طب بالنسبه لقطه حضرتك كده اتكلمت عن الجراثيم السطحيه وازاي امنع الاصابه من الفرد، بس انا امنع الاصابه ازاي اللي هي داخل الجلوكا في وقت تسليم؟ كبات الغرثومه بيربط مع حبل النقاط وبيوصل للمبنى. اذا انا محتاج اعمل معامله بتاخد اعمال الصبغات الغزير دي معامله اساسيه ده اللي احنا قلناه دي كافيه اول محاضره ماشي دي كافيه في اول محاضره برضه قلنا في معاملتين الاجزاء دول قلنا هنمشي واحده واحده نسيناهم بقى قلنا في مطرتين هم عندك مهمين قوي انا عندي التزيير وعندي تلامس الحبات دول الرشاشات جهازيه ولا جهازيه وبعد اي تعامل على ايد بالايد بترش حاجه زي كتياسة او كاسة مسبيد. ممكن اكرر نفس الرشه يعني ولا لازم حاجه ثانيه؟ وبس مثلا واكررها ولا لازم؟ الافضل ان انا اغير لكن احيانا انت دايما بتعمل مانجمنت للبرنامج كله مع بعض. فانت اصلا بتعد عدد الرشات مش الامراض بس، عايز عدد الحشرات والامراض والاسد وكله. فبالتالي انت بتشوف انت كنت مضطر انك تعمل ايه فتقلل في ايه؟ انت واخد بالك؟ عشان كده احيانا بنقبل احنا نرش رشه مرتين في نفس السنه عشان نخلص المشكله دي. بس لو انا عملتها فالسنه اللي بعدها المفروض ارش حاجه ثانيه خالص. طب حضرتك حاجه ثانيه دي هوريكم الجدول بقى بتاعتها ان شاء الله. طب بالنسبه برضه في من ضمن البرنامج اللي شغالين بيه بنحط الفايزول فوق التسيير وممكن نحط اللي هي الفينكس مايت قبل تلامس الحبات اللي هي التربو. ففي الفترة الأخيرة بنفكر إن احنا نكرر نفس المادة بحيث إن عشان ما يصرفليش في الآخر عدد مواد فعالة، إيه رأيك؟ طب هو ده كويس، هو بيتكلم عن الترازولات، الترازولات كلها أصلا مواد جاهزية. فوق التزيير هتحل المشكلة 100%. التدور من الحاجات المواد الفعالة جدا، فعالة جدا، ولكن التدور أصلا ما هوش جاهزي. فبالتالي دوره لو أنا أصلا وصلت لمستوى تلامس الحبات بدون إصابات فهيعمل لي حماية لحد بعد الجامعة كويسة. لكن لو انا اصلا وصلت لتلامس الحبات وعندي اصابه ساكنه ناحيه الحبات مش هيحل لي المشكله في حاله زي دي. فالرش الاساسي بتاع التزيير ده من اهم يعني اهم رشه في العنب هي وقت التزيير. عشان بطريقه عشان عفان الصمام. اهم رشه. لو انا عملتها صح وبعدين بقى عملت دلوقتي احنا اتكلمنا على دي كلها بتاعت العنب طول الموسم تهويه والتوريه والتعرض للشمس وفتحات والحاجات دي كلها مع رش الكي تي اس او الكاسيوم فوسفيت وقت التعامل الولاد مع العناقيد هيبقى ما عندكش مشكله خالص. في قمه التزيير يا دكتور؟ نعم؟ في قمه التزيير؟ مش فاهم. قمه التزيير يعني اعلى حاجه في التزيير يعني. 120%. السنه دي انا بتكلم بجد. ايوه. السنه دي 120% ما تعرفهاش. السنه دي ايوه يا دكتور ايوه دكتور كان عنده 20% عقده و 80% في التزيير. 100% تزيير 20%. انت بتضحك بقى. معلش معلش. درجات الحراره هتعمل فين ايه السنه دي يا دكتور ان شاء الله؟ كل خير ان شاء الله. متوقع لها ايه؟ درجات حرارة؟ تطور الحشرة معاها.
هي احنا المشكله مش في كده بس. المشكله احنا اصلا سنتين اللي فاتوا بدا في امطار وبدا في كرات ثلج تنزل وبدا يبقى في تجريح في الحبات بقى موجود في مناطق كتير. فده حصل في شهر اخر 4 تقريبا او اول 5 السنه اللي فاتت السنه اللي قبلها. فلو حد حصل عنده حاجه زي كده اهوت لو كان في تجريح كتير فهو طبعا كان يتمنى الفتحات بين البلاستيك وكل شفوق العناقيد. لكن هي بتحصل دايما هتلاقي الضرر بتاع الكرات السلجيه ديت في المكان فيه تحت الفتحات. يعني ايه تحت الفتحات؟ يبقى لها ضرر. لو ضرر حجمه كبير لو ضرر حجمه كبير لازم ارش بيه جهاز. ارش ايه؟ بيه جهاز. او ارش بوتاسيوم فوسفيت. ده لازم. لو ضرر حجمه بسيط ممكن اتخذ كي تي اس اتخذ بوتاسيوم فوسفيت ده يبقى ممكن يكون كفايه. ممكن ارش بوتاسيوم فوسفات عادي. فوسفات البوتاسيوم هو بيقلل لي اثر الستريس اللي حصل على الحبايه ذات نفسها بيخليها تتحمل اكتر بيخلي ما بقاش فيه مشكله ما تزيدش داخل الحبايه بعد كده. لكن انا شايف المشكله الكبيره فعلا المطر اللي بيحصل عندنا في الفترات دي. اهم حكايه البروده البرد مش بيقللنا قوي ممكن يقعد لو حصل يقعد لحد نص الخمسه اللي هو بيعمل لي البروده اكتر ده ممكن يحصل. لكن المشكله بتحصل بقى في ايه؟ لو حصل لو وصلنا لحد نص خمسه وكده بارد بتلاقي او اول خمسه بتلاقي الفتره لحد النص خسرت جدا بعد كده نتيجه ارتفاع درجه الحراره. فهي المشكله لو لقيت الجو البارد ده اتطور توقع جدا ان يحصل لك بعد كده نضج سريع جدا مع ارتفاع درجه الحراره المفاجئ وبيستمر بعد كده عالي على طول. انا قلت لك احنا بنحاول نرش دايما بالليل. اها. ونرش درجات حراره 25 كويس. احنا السنه اللي فاتت تقريبا وصلنا في ايام لحد الساعه 12 بالليل درجه حراره ما نزلتش عن 30. ما نزلتش عن 30. ما نزلتش عن 30. ما نزلتش. اه. ده في اي منطقه؟ ده في العدلية. ما نزلتش عن 30 خالص؟ ما نزلتش عن 30. دي حقيقه. والسنه اللي قبلها كان عندنا برضه ارتفاع في درجات الحراره والسنه دي بيقولوا عشان معدلات البروده عاليه فدرجات الحراره برضه هتفضل متزايده. هل في قياسات لكده هتساعدنا في شغلنا؟ لان النهارده احنا عندنا الكريمسون هيتعرض لخطوره جامده قوي لو سيبناه بدرجات الحراره عاليه دي ما بيلونش التنوير طبيعي ما بيلونش. السنه اللي فاتت كان عندنا مشكله التنوير يعني التنوير محتاج شغل غيري اصلا الحقيقه. احنا دلوقتي بنلعب بدرجات الحراره والميه. هم دول اللي في معادله اكيد بين الاثنين بتخلينا نظبط شويه. يعني مفيش توقعات ليا السنه دي. لا اصل انت عايز تتوقع الموسم كامل؟ صعب صعب صعب. مش موسم كامل بس على الاقل قراءات هو دايما برامج التنبؤ بالارصاد الجويه بتتكلم عن 10 ايام عن اسبوعين حاجه زي كده. ده اللي ممكن تتوقعه. لكن اقول لك من خلال اللي احنا شايفينه في السنين اللي فاتت فرص ان الحراره ممكن تنخفض موجوده ممكن تمتد في خلال شهر 3 أو 4. وكلمه تمتد معناها ايه؟ معناها مش مستقيه زي دلوقتي يعني مش لا لكن اقصد ما تجيش المعدل بتاع الطبيعي بالظبط كده اهو في حدود ال 20 او تحت ال 20. لكن لما دوت بيحصل بعدها بيكون في ارتفاع شديد درجه الحراره على كده. الارتفاع دي معناها ان انت اقول لك لو انت شفت موسم بارد درجه الحراره منخفضه طويل اعمل حسابك ان انت محتاج تلبس الصمام كويس لانها هتستوي بسرعه مش هتاخد حجم كويس بعد كده. فانت محتاج تشتغل على النمو والعروض كويس قوي من فتره قبل كده. كل ما تلاقي الجو بقى بارد انت محتاج تشتغل بدري اكتر. الجو البارد اكتر معناها ان احنا في حاجات في التسميد محتاج تعملها كويس قوي بدري. يعني مثلا زي الجو اللي احنا فيه دلوقتي لا يا نادر تسافر يا نادر. الجو معلش لو طولت عليكم بس انا يا باشا احنا مبسوطين بالكلام ده احنا بنستفاد. المشكله ان الكلام ده احنا مش هنعرف نقوله قبل السنه الجايه. ايوه ايوه ما قلناش السنه اللي فاتت برضه يا دكتور ما دخلناش على الجزء ده ما تلحقش ما دخلناش على الجزء ده. طب كل الاحوال اللهم صل على النبي. تسميد في لو الجو بارد وحصل تراكم النيتروجين داخل النبات في بدايه الموسم حتى لو انت اديت كالسيوم ومغنيسيوم ما بيدخلش كويس فبيظهر عندك نقص كالسيوم ومغنيسيوم وديت دلوقتي عشان هتلاقي عندك بلاك ستيم. يعني بلاك ستيم ده حاصل نتيجه ان انت
ما عندكش كالسيوم ومغنيسيوم كويس، رغم ان انت ممكن تكون اديتهم نتيجه انت اديتهم بعد ما كان في نيتروجين كفايه. مع انخفاض درجه الحراره امتصاص النيتروجين كويس، امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم اقل، مع انخفاض درجه الحراره فقدت النيتروجين اصلا قليل جدا، فكل اللي انت بتديه النبات بيستفيد منه. مع ارتفاع درجه الحراره النيتروجين اللي بتديه بيكون في فقد منه عن طريق التفكير والجوده، فبالتالي مش كل اللي بتديه بياخده النبات. لذلك هتلاقي معدلات التسميد عندنا في النيتروجين في كل المحاصيل تقريبا يعني مره ونص او مرتين او ثلاثه امثال بروكلي.